مساء الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي تلفزيون الصحة والجمال، أهلا وسهلا بكم ويوم جديد من برنامجكم ساعة في بلدي. معكم خالد الأمير. برنامج ساعة في بلدي برنامج صناعي اجتماعي بيتكلم في أهم المعوقات اللي بتقابل المصنعين والمستثمرين والمزارعين في الوقت الحالي. طبعا الأسبوع ده كان ليا زيارة لأكتر من مصنع وأكتر من مستثمر في أكتر من مجال. في بعض المصنعين عندهم معوقات غير عادية، يعني في بعض المصنعين في إحدى القرى عندهم مشاكل غير عادية. احنا طبعا بنزور المدن الصناعية، المصنعين خارج المدن الصناعية، في مصنعين بياخدوا خطوات وفي مصنعين مازالوا تحت السلم هم حابين كده، وفي مصنعين شغلتهم بيضربوا المنتج، يعني واحد عنده منتج براند معروف محترم، راجل يعني عنده تكاليف وعنده مسؤوليات، يعني راجل مأمن على ماله، مرخص، عنده تكلفة، وفي ناس ما عندهاش أي تكلفة فبتضرب المنتج للناس اللي هي عندها تكلفة. إزاي؟ يعني مصنع بصنع مواد غذائية أو بصنع ملابس جاهزة بيضرب المنتج، يعني بيضرب المنتج تحت السلم بمعنى صح، يعني ما عندوش تكلفة. فالمصنع اللي عنده تكلفة وعنده تفاصيل كتير وعمالة وضرائب وعنده يعني تفاصيل كتير فبتبقى التكلفة بتاعته عالية، اللي هو مستخبي وتحت السلم مش عاوز ياخد خطوات تجاه الصناعة ونايم 14، ده طبعا يعني يا ريت المسؤولين ينظروا نظرة بالذات لبتوع المواد الغذائية أو المصنعين بالنسبة للمواد الغذائية. يعني مثلا زي عالم الألبان، في ناس كتير بتشتكي جدا من موضوع الجبنة المجنسة اللي بتعمل أمراض كتير، يعني الجبنة المجنسة مفيش فيها أي لبن حليب، كلها حاجات مصنعة، فطبعا دي بتسبب مشاكل كتير قوي يا جماعة. ده بالنسبة للمواد الغذائية، وفي تفاصيل كتير بالنسبة في المواد الغذائية هنتكلم فيها. بالنسبة للملابس الجاهزة فيها مشاكل زي ما قلت لحضراتكم، في مصنعين بياخدوا خطوات زي ما قلت لحضراتكم بطرق شرعية، وفي مصنعين تحت السلم. بالنسبة للمصنعين اللي هم يعني ناس واخدة خطوات بطرق شرعية عندهم مشكلة الشيكات اللي بتقع، يعني في مصنع بياخد خطوات ومجتهد وحاجة كويسة وماشي كويس، يجي بعض التجار اللي هم ما عندهمش ضمير مع دفتر شيكات من اي بنك، يعني المفروض دفتر الشيكات ده ما ياخدوش اي حد غير راجل يعني موثوق منه، لكن اي حد ياخد دفتر شيكات من اي بنك ده طبعا شيء غلط. ليه؟ بياخدوا الشيكات ويمضوا وبعد كده يخلعهم، فالمصنع بيقع. ليه ما بياخدش حقه؟ اكتر من مصنع، وحضراتكم هتشوفوا معايا بعض التقارير بعد شوية، اكتر من مصنع بيشتكي من الشيكات اللي بتقع، فدي مشكلة كبيرة. فاحنا بنناشد المسؤولين ان هم ينظروا نظرة لموضوع الشيكات اللي بتقع، دي مشكلة كبيرة. زي ما قلت لحضراتكم كان ليا زيارة لإحدى قرى محافظة الدقهلية. طبعا محافظة الدقهلية من المحافظات المميزة جدا في الزراعة والصناعة وبياخدوا خطوات. التقيت بالمهندس محمد أبو تسوقي والأستاذ أحمد أبو تسوقي رئيس مجلس إدارة مصنع رحانة للسوب العربي. على فكرة المصنع ده من المصانع المميزة جدا، يعني مصنع رحانة من المصانع المميزة جدا في صناعة الجلاليب والعبايات الجميلة دي بتاعت زمان، الحاجة المحترمة. بدايتهم في المجال من 20 عام، يعني بدايتهم من 20 عام، عندهم عمالة، يعني عندهم عمالة كبيرة في بيوت مفتوحة، مأمنين على عمالة، مرخصين، بيدفعوا ضرائب، يعني ناس محترمة بمعنى أصح. في عندهم بعض المعوقات، يعني بعض المعوقات اللي بتقابلهم في المجال بشكل خاص عدم ثبات الأسعار، يعني شوية في الطالع وشوية في النازل فبسبب لهم مشاكل كتير. عندهم مشكلة تانية كبيرة جدا يا جماعة، العمالة، يعني العمالة عاملة مشاكل كبيرة، يعني العامل يجي يتعلم
ويأمن عليه وبعد كده يخلع. طب ازاي؟ زي ما المصنع بدي للعامل حقه، المفروض العامل يدي للمصنع حقه. ودور الدولة طبعا يعني في الموضوع ده بالذات بالنسبة للعامل المؤمن عليه ويخلع ده او يمشي، او يعني دي مشكلة كبيرة يا جماعة، بتسبب مشاكل كبيرة للعمالة للمصنع. هنشوف المهندس محمد ابو تسوقي والاستاذ احمد ابو تسوقي، وهنرجع لحضراتكم تاني. والله بدايتي طبعا اتعلمت الصنعة ديت وبدأت افتح محل زبون. تمام. وبعد كده ربنا فتح عليا مثلا برضو واشتغلنا وربنا وفقنا. طبعا اولادي برضو كبروا وعلمتهم، بيكملوا المسيرة، وكملوا المسيرة بتاعتي. تمام. بدأوا معايا الحقيقة من الصفر يعني. تمام. والحمد لله ربنا وفقنا وربنا اكرمنا. الكلام ده كان سنة كام يعني حضرتك؟ كانت بدايتك سنة كام يا فندم؟ والله انا بدايتي في العمل دهوت من سنة 2000. من سنة 2000 يعني كمصنع يعني. كمصنع. يعني حضرتك من 21 او 22 سنة بالظبط كده. تمام. بالظبط. تمام. انما بداية تاني بقى كصنعة وانا عندي 11 سنة. 11 سنة. صنعة. يعني من كام سنة يا فندم في الصنعة؟ يعني والله انا عمري دلوقتي حوالي 57 سنة. من يديلك طولت العمر. شوف بقى 11 سنة. يعني حضرتك وانا في الصنعة دي. عمر طويل. عمر طويل لان يعني دي يعتبر حوالي 45 سنة. يعتبر صنعتي يعني الحمد لله. وربنا موفقنا والحمد لله ومرضيين يعني. تمام. انت شايف حضرتك الجيل الحالي والجيل بتاع حضرتك في اختلاف؟ والله الجيل الحالي مستعجل شويه، واخد بالك؟ انما احنا الحمد لله يعني على ارض ثابته وربنا موفقنا. انما الجيل الحالي اللي هو اللي موجود دلوقتي يعني عنده السرعه شويه ومستعجل، طبعا الرزق ما يجيش بالطريقه دي. تمام. واخد بالك؟ تمام. بالراحه برضه، ولازم يبقى في تأني في شغلك، تتقن شغلك كويس وربنا هيرضيك. وطبعا في صنعتنا دي اهم حاجه فيها ان انت ما تتعداش على التاني. انما يعني في ناس كتير يبقى انت شغال وفي حالك وتبص تلاقي ده بيهرس عليك وده بعد عليك في شغلك. فطبعا دي بتبقى مشكله. تمام. الواحد يبقى في نفسه افضل. تمام. واخد بالك؟ تمام. انما كده نخش نهرس على بعض، احنا بنبوظ بعض. تمام. ما ينفعش، لان هي الصنعه كده والرزق ما يجيش بالطريقه دي. تمام. ان انا اشوف فلان بينزل فين او بروح فين واروح اخش عليه. تمام. تنصحه بايه يا فندم؟ تنصح الجيل الجديد بايه؟ الجيل الجديد والله انصحه ان هو يعني يهدى شويه وربنا يوفقهم، وما يحطش في دماغه ان هو يروح يهرس على فلان وفلان وفلان ويروح ينزل اقل منه في السعر. طبعا ده غلط. ايه المعوقات بقى اللي بتقابلك في الصناعه في الوقت الحالي؟ اتفضل. والله المعوقات بتبقى حاجات كتير، يعني قله استقرار في السعر دي معوقات كتير. ممكن ما تلاقيش مستلزمات الشغل، ما تلاقيهاش، تبقاش موجوده ساعات. مستلزمات الشغل زي ايه يعني؟ فاهم برضو المشاهدين ايه مستلزمات الشغل؟ مستلزمات الشغل زي مثلا حشو، زراير، كبسونه، ده في مجالنا احنا يعني. تمام. السوست، الحاجات اللي هي مستلزمات الشغل النهائيه دي. فطبعا الاكياس اللي بتعبى فيها الشغل دي، طبعا الخامات دي بتيجي مثلا من المصانع المستورده كل يوم بسعر. تمام. وممكن وقت ما تلاقيهاش يقول لك ده لسه ما جاتش. الحاجات دي كلها بتقابلنا معوقات يعني. الخام اللي هو ذات نفسه اللي هو القماش، ان انت ممكن تجيب القماش النهارده بسعر تاني يوم تلاقيه بسعر تاني. تمام. يعني دي اكبر مشكله بتقابلك، ان انت ما انتش راس على سعر. مفيش حد، ما هو الثابت عندك الخام، ما هو الثابت النهارده دي معوق كبير بيقابلك. بتيجي تعرض على الزبون الشغل ده، يقول لك، بتيجي تعرض عليه التكلفه الجديده ما بيقبلهاش. يقول لك لا انا مش هقبل زياده. طب احنا هنعمل ايه في الزياده اللي زادت ديت؟ تمام. يعني زياده اسعار الماده الخام. زياده الاسعار الماده الخام ديت حاجه مقابلانا كتير يعني في الشغلانه يعني. تمام. طيب ايه المعوق اللي بقابلك تاني يا استاذ احمد؟ والله المعوقات اللي بتقابلنا مثلا اللي هو توزيع الشغل، يعني ده معوق بياخد مجهود كبير. التسويق. التسويق. تمام. مجهود كبير، وممكن ان انت تكلف على منتج وما تلاقيش المقابل بتاعه في السوق. تمام. فده بيبقى معوق كبير جدا بيقابل ده بالنسبه للتسويق. بالنسبه للتسويق. تمام. هي الشغلانه كلها معتمده اكبر حاجه فيها هو التسويق، ده اهم حاجه فيها يعني. تمام. حضرتك طبعا طبيعه التوزيع في جميع انحاء الجمهوريه ولا في محافظات معينه؟ طبعا محافظات معينه اللي هي محافظات الجامده يعني، اللي هي بتسحب شغل وهي بتوزع لبقيه المحافظات يعني. القاهره مثلا. القاهره، منال، الاسكندريه، المنصوره، الدقهليه. الدقهليه.
بنروح الشرقية، كفر الشيخ، كل المحافظات دي. يعني حضرتك ما شاء الله بتوزع في أكتر من محافظة. طبعا ده شيء كويس جدا. تمام. فطبعا انت شغلك كله معتمد يعني جميع المحافظات والقرى بتاخد من نفس التميز بتاع المنتج نفسه بياخد من القاهرة. وبرضو انت مثلا ممكن متحجم ان انت ما بتلفش في المراكز كلها، او ان انت ما بتلفش في الكرة كلها، عشان انت عندك زباين مثلا جملة بياخدوا منك ووزعوا على المناطق دي. تمام تمام. فما ينفعش ان انت برضو يعني تتعدى عليهم، انت بتحافظ على منتجك وبتحافظ على زبونك برضو. تمام تمام. عشان هو بوزع للكرة دي كلها. ورجعنا لحضراتكم من جديد. زي ما حضراتكم شفتم المهندس محمد ابو يوسف والاستاذ احمد ابو يوسف، الناس دي مميزة جدا يا جماعة في الصناعة. يعني دول مثال لكل مصنع بياخد خطوات تجاه الصناعة. بالتوفيق إن شاء الله. هنروح لمجال آخر. مجال من المجالات المهمة جدا. أنا كان لي زيارة لإحدى قرى محافظة الدقهلية. التقيت بالأستاذ طارق السيد حسن. الراجل ده يعني حكايته حكاية. بدايته يعني بالنسبة في الصناعة بشكل خاص من 6 شهور بس، لكن في التجارة عمره كله في التجارة، واخدها خطوات. اشتغل في التجارة فترة طويلة، في الوقت الحالي بدأ يتجه للصناعة. التقيت بالمهندس طارق السيد حسن رئيس مجلس إدارة الهدى لتعبئة المحاصيل الزراعية. طبعا المحاصيل الزراعية يعني حاجة مهمة جدا جدا، يعني تفاصيلها كتير. المحاصيل الزراعيه تفاصيلها كتير. المحصول بيجي من الارض، بيروح الشركه او المصنع بشكل خاص بتنقى على مكن على احدث طراز، ويبدا المنتج النهائي حاجه محترمه مفيش فيها اي رواسب او اي مشاكل. طبعا هو قائم في احدى قرى محافظه القاهره، قائم في عزبة مكولة تابعة لمركز شربين. طبعا العزبة ديت مفيش فيها أي خدمات نهائيا. يعني مفيش فيها أي خدمات نهائيا. خدمات فيها سيئة جدا. صرف صحي مفيش، كهرباء غير منتظمة، طرق سيئة، فيش غاز، المية برضو يعني مش موجودة باستمرار. فتعداد سكان القرية يعني مثلا ما يقلش عن 3000. فطبعا يعني مش قليلين. الخدمات زي ما قلت لحضراتكم سيئه جدا. يعني الخدمات في القريه سيئه جدا. احنا طبعا بنطالب الدكتور بنطالب الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهليه ان هو ينزل ويزور القريه يا جماعه. يعني القريه بتصنع، فيها صناعات، فيها زراعه، وعندهم مشاكل. المدرسه ما كانش فيها مدارس خالص، لا اعدادي ولا ابتدائي ولا ثانوي ولا اي حاجه. دي طبعا مشكله. دايما سياده الرئيس بيقول حياه كريمه بالنسبه للكره ومشاكل الكره. يعني انا بنطالب تاني الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهليه ان بزياره للقريه، يعني ينزل القريه ويشوف مشاكلها ايه. الاستاذ طارق السيد حسن بدايته في المحاصيل الزراعيه يعني زي ما قلت لحضراتكم من وقت طويل، بس في الصناعه من 6 شهور بس. يعني مصنع الهدى او شركه الهدى لتعبئه المحاصيل الزراعيه بدايتها من 6 شهور، عنده عماله ما شاء الله، في بيوت مفتوحه، راجل مميز، يعني راجل مميز براعي ربنا، بياخد خطوات. طبعا مشكله الصرف الصحي دي عامله له مشكله كبيره جدا يا جماعه في القريه. الميه غير منتظمه، كهرباء غير منتظمه، فدي مشكله. هنشوف المهندس طارق السيد حسن وهنشوف الخطوات اللي هو بياخدها وهنرجع لحضراتكم تاني. احنا اول كنا شغالين تجار محاصيل زراعيه. تمام. مديها من فتره طويله الارز والفاصوليا والمحاصيل الزراعيه باكملها يعني. تمام. فجينا يعني لقينا السوق فيه تطورات. تطورات اللي هو لازم تمشي حسب تطورات السوق نفسه، في التنقيه الاول ما كانش في تنقيه المحاصيل والى اخره. تمام. فاتجهنا الموضوع اللي هو محطه
تنقية المحاصيل الزراعية تمام، بحيث ان احنا نجيب المنتج عندنا ونسوقه، يعني نجيب المنتج نشتريه ونغربله ونسوقه. تمام، يعني بيطلع من الارض بيجيلك. ده بالنسبة كنا عاملينه ان احنا نعمله لنا. فاصبح ان في بعض التجار بيجيبوا المنتجات بتاعتهم وبيجوا يغربلوها عندنا. تمام. فالحمد لله بدأت الفكرة ديت من حوالي من سنة. من سنة؟ من سنة. يعني الفكرة جت من سنة. تمام. سنة كده. طبعا انا الحاج اخويا مهدي الكبير هو كان صاحب الفكر. صاحب الفكر. تمام. وطبعا لف على جميع المحطات وشاف، والحمد لله دخلت لان هي فكرة شيقة. تمام. بيدخل المنتج عندك مش كويس، بيطلع منتج منقي 100%. يعني ده بتحس بالسعادة فيه بعدين بعد كده، يعني بعد ما بتشوف المنتج بعد. تمام. البداية بقى لها دي حاجة طارق. يعني انا بقول لك الفكره حوالي من سنه. من سنه. والتجديد بقى من امتى؟ ابتدانا من شهر واحد. من شهر واحد اللي فات. يعني من 6 شهور. حوالي من 6 شهور بالظبط. تمام. واول ما اشتغلنا على المنتجات بتاعتنا، لان اول ما المشروع بيبدا لازم يكون في خسائر بالنسبه في التجارب. تمام. فانا جبت محاصيل زراعيه ليا وبدات اشغلها، وطبعا بيطلع لازم دي عايزه ظبط شويه ودي عايزه انظام شويه ودي في البدايه عايزة كده. في البدايه. تمام. طبعا الاجهزه ديت بتيجي من بره، اجهزه خارجيه، يعني في حاجه اسمها سيروتكس ده بيجي من الصين. انت خدت بال سيادتك؟ تعاقدنا والحمد لله ربنا كرمنا وعملنا المحطه زي ما انت شايف بالطريقه ديت. تمام. وبقالنا 6 شهور، ولكن الحمد لله احنا في نجاح، يعني ما تخيلناش ان احنا ممكن نكون كده في النجاح ده. تمام. انت شايف على ارض الواقع في الوقت الحالي بناخد خطوات تجاه الصناعه والزراعه؟ هي الاساس بالنسبه للصناعه والتجاره والزراعه. هو في ضربات، في ضرب حاليا. تمام. في ضربات. ليه؟ الاسعار رايحه جايه، هي دي اللي عامله ضربه بس. يعني عاوزين الرقابه. يعني هو برضو في بالنسبه لعدم ثبات الاسعار عامل مشكله. ده اللي عامل مشكله. انا بتكلم على بالنسبه للصناعه نفسها. الصناعه بالنسبه للمبتدئين لابد ان هم ان يكون في دعم منهم كدعين للمصنعين. اللي هم يعتبروا لسه بيبتدوا. لازم يكون في دعم. تمام. ده مبدئيا. ليه بقى؟ لان اي ضرب معاه بيحصل ان هو ممكن ما فيش معاه الامكانيات، فهو لازم يحصل ضرب بالنسبه له. تمام. فمش هيقدر يكمل. تمام. وفي الوقت الحالي في الوقت الحالي الحمد لله. اي معوقات انا مش شايف ان هي معوقات. ايه هي المعوقات؟ انا من الشايف يعني. تماما. لا الحمد لله شغال. يعني هو الناس اللي بتراعي ربنا دايما كده، ربنا بقى في جنبها الحمد لله. لا بشتغل الحمد لله بما يرضي الله ما فيش. تمام. وبعدين انا مش كل حاجه ان انا هعتمد على حد، انا لازم اعتمد على نفسي. ورجعنا لحضراتكم من جديد. زي ما حضراتكم شفتم الاستاذ طارق السيد حسن رئيس مجلس اداره شركه الهدى لتنقيه وتعبئه المواد الزراعيه. راجل براعي ربنا ما شاء الله عليه، بياخد خطوات بطرق شرعيه محترمه. في بس المشاكل اللي في القريه اللي هو قائم فيها زي ما قلت لحضراتكم. باذن الله يعني الاستاذ طارق يعني متواجد معانا باذن الله في اقرب فرصه في حلقه معانا على الهواء، بحيث ان هو يشرح المشاكل بالظبط بشكل خاص في القريه اللي قائم فيها. بالتوفيق ان شاء الله المهندس طارق. هنروح لمجال اخر من المجالات المهمه جدا، مجال المواد الغذائيه. يعني المواد الغذائيه دي عايزه ضمير زي ما قلت لحضراتكم، عايزه ناس بتراعي ربنا. ليه؟ المواد الغذائيه انا باكلها وانت بتاكلها واخوك بياكلها، يعني حاجه عايزه ضمير زي ما قلت لحضراتكم. التقيت بالاستاذ سيد الماوي رئيس مجلس اداره مصنع نور الايمان للحلاوه الطحنيه. طبعا مصنع نور الايمان للحلاوه الطحنيه قائم من سنتين، يعني قائم من سنتين. الاستاذ سيد الماوي رئيس مجلس الاداره يعني كان بيشتغل في اكتر من استثمار قبل كده، بس حصل له بعض المشاكل ما وقفش. يعني ما كان بيستثمر في احدى المجالات في الثروه الحيوانيه، حصل له مشاكل ما وقفش، اتجه لصناعه اخرى. يعني اتجه لصناعه اخرى. هو شاب من الشباب اللي بتراعي ربنا في شغلها. يعني مجال المواد الغذائيه فيه لعب كتير، الناس اللي هي تحت السلم زي ما قلت لحضراتكم
في بداية الحلقة اللي بتصنع بطرق مش مطابقة للمواصفات. بدايته في المجال بشكل خاص من سنتين، عنده عمالة، عنده عمالة يعني فوق الـ20 عامل. طبعا هو قائم في احدى قرى محافظة الغربية، محافظة الغربية من المحافظات المميزة في الصناعة، في صناعة المفروشات، الملابس الجاهزة، في حاجات كتير جدا. القرية قائمة في احدى قرى محافظة الغربية. فواتير المية، فواتير الكهرباء بتجيلهم يعني عالية جدا، بأسعار عالية جدا، فده عامل لهم مشاكل، يعني بيدفعوا مبالغ كبيرة. في مشكلة برضو في الكهرباء، بتقطع في القرية كتير، فعامل لهم مشاكل بالنسبة في الصناعة. يعني دي مشاكل كبيرة يا جماعة في الصناعة. فأنا بنطلب الدكتور طارق رايح محافظة الغربية إن هو ينظر نظرة لبعض المصنعين. هنشوفه وهنشوف الخطوات اللي هو بياخدها تجاه الصناعة، وهنرجع لحضراتكم تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أوجه رسالة لكل شاب إن هو حتى لو وقع في طريقه والشغل وقف معاه، إن هو يجاهد، إن هو يقدر يصنع لنفسه حاجة تانية أو يكون نفسه من ما فيش من الأول خالص، ويقدر يعمل لنفسه اسمه في السوق، ويقدر يخلي المنتج بتاعه من أحسن منتج في البلد. ومشروع الحلاوة إحنا مشروع جميل جدا، بس أهم حاجة إن هو يراضي ضميره في الشغل، يعني يكون الحلاوة معمولة على أعلى جودة، ما يكونش يحط الحاجات اللي هي بتوع التموين مثلا معضين عليها زي السمنة، زي غير مطابقة للمواصفات اللي هي الطحينة والمواد الخام زي العسل الكلكوز والطحينة وزيت جوز الهند وزيت بروفين. أكتر من كده ما في حاجة، دي المواد الخام اللي هي الطحينة البلدي. الزبون يجي ياكل منها يبقى عاوز ياخد منها تاني وتالت، وتبدأ تكبر. أمال لو أنت اشتغلت طبعا الحلاوة بتترفض وبترجع وبتبهدل وبتخسر كمان، يعني بتخسر اسمك وبتخسر الشغل بتاعك. أما لما يكون بتصنع حاجة صح بتمشي في السوق وبتشتغل وبتكبر، بتبدأ من واحدة واحدة، بس بعد كده بتعلى واحدة واحدة، مش على طول مرة واحدة. طول ما أنت ماشي بما يرضي الله طبعا. طول ما أنت ماشي بما يرضي الله أكيد، ما لازم تبقى الحاجة قدامك أنت بتصنعها وعارف أنت بتصنع إيه. أي واحد بيصنع الحلاوة بيبقى عارف هو بيعمل إيه، وعارف إيه اللي يكسبه وإيه اللي يخسره. تمام. بس ما يتجهش في شغل الغلط، عشان الغلط بيعمل له مشاكل بعد كده في السوق. تمام. بدايتك كان من كام سنة في المجال يا أستاذ سيد؟ من 3 سنين بالظبط في الحلاوة. خدت الخطوات ازاي؟ انا بدات فيها، كنت شغال في شغل تاني وطلعت منه لانه خسرت مبلغ كبير، وقلت ما اخش في شغل الحلاوه. قعدت فتره الاول على ما جت اشتغل اول شغل اول خالص، يعني مش ربنا ما رضاش ان انا اشتغل واكسب في الاول. تمام. بس بعد كده ما فهمت الشغلانه، بدات اشيل الحاجات اللي هي تبقى وحشه في الحلاوه، الحاجات اللي هي تاذي الناس، الحاجات اللي هي ما تضرش اي حد ان هو يدعي عليا، ما ياخد مني حاجه يدعي له، وما ياكل منها يدعي له ويقول لي مثلا الحاجه بتاعتك دي احسن حاجه في السوق دلوقتي. تمام. المنتج بتاعك احسن منتج ينافس اي منتج، انا ممكن انافس اي حد دلوقتي. تمام. هم انا حلاوتي بلدي، هم افرنجي، بس البلدي في الطعم لا طعم طبعا يختلف غير الافرنج خالص، يعني ديت حاجه ودي حاجه. تمام. البلدي بتاعت زمان طبيعيه، تاكل حته تبقى عاوز تاكل منها تاني وتالت ورابع. امال الافرنج ممكن تاكل حته وبعد شويه مش عاوز تاكل تاني خلاص. تمام. امال البلدي بتحب تاكل منها مره واثنين وثلاثه واربعه. حاليا دلوقتي الاسعار البضاعه برضك ما بتغلى جدا. يعني اسعار البضاعه بتغلى، اسعار الماده الخام، اسعار المادة الخام مثلا البرميل العسل ده اللي هو الكلوكوز ده كان الاول ثمنه 2050، النهارده ثمنه 3000. والزبون مش قابل. العلبة البلاستيك اللي احنا كنا بنشتريها ب 3 جنيه بقت ب 10 جنيه. تمام. والبلاستيك الكيلو البلاستيك الشرج اللي هو بتحط فيها الحاجات الحلاوه كنا بنشتري الكيلو ب 40 جنيه، النهارده بقى ب 55 جنيه. تمام. فرق كبير في الكيلو. زياده اسعار الماده الخام ده عامله لكم مشكله، عامله لكم مشكله كبيره الايام دي جدا. الطحين
الطحينه برضك. الطحينه بعد ما بتيجي تنزل ل 24 و23 وبعدين توصل النهارده ب 33 وتوصل 27 اسعار نازله واسعار طالعه اكمن. طبعا المواد الخام هي اللي مزعله. نيجي نعرض على الزبون، الزبون مش مستحمل برضك في السوق بره. تمام. الزبون يقول لك انا عاوز البضاعه، ما تبقاش انت كده بتديني البضاعه يعني. بنيجي نبيع الكيلو ب 25 بيستغلاها. كنا الاول بنبيع ب 18 وب 20 الكيلو. النهارده جمله، النهارده بنيجي نبيع الكيلو ب 23 بيستغلاها. عاوزين المواد الخام تقل شويه معانا، بتيجي من بره للمستورد، رغم ان العسل والحاجات دي بتيجي من عندنا من العاشر، من العاشر من رمضان، فالحاجات دي بتغلى علينا مره واحده. فهي تعبانه مش عارفين بنقدر. بعد ما بنيجي نقوم المشروع بنرجع تاني من ورا. غير كده موضوع كورونا برضك مزعل الشغل، الدراسه واقفه، طبعا دي كلها عوامل عامل معه. بس احنا في نعمه عن بعض الدول الثانيه، في دول متوقفه. في نعمه جدا جدا، في بلاد ثانيه ما بتشتغلش خالص. مزبوط. احنا بنحافظ على قد ما بنقدر وبنشتغل وبنقاوم لان احنا مش متعودين، شعب مصر مش متعود اللي هو بيستسلم بالسلم. ورجعنا لحضراتكم من جديد. زي ما حضراتكم شفتم الأستاذ سيد باوي رئيس مجلس إدارة مصنع نور الإيمان للحلاوة الطحنية، مميز جدا يا جماعة في صناعته، وراجل براء ربنا، يعني شاب من الشباب المجتهدة جدا اللي بتاخد خطوات تجاه الصناعة. بالتوفيق إن شاء الله. هنروح لمجال آخر من المجالات المهمة جدا، مجال الملابس الجاهزة. يعني مجال الملابس الجاهزة من المجالات المهمة جدا في الوقت الحالي، بالذات في الوقت الحالي احنا بدأنا نصنع ملابس جاهزة في جميع المجالات. يعني في جميع المجالات الملابس الجاهزة بنصنعها في بعض القرى تابعة لمحافظة الدقهلية وبعض المدن الصناعية، يعني حاجة كويسة جدا. طبعا في الوقت الحالي الاستيراد يعتبر شبه متوقف. في ناس ما عندهاش ضمير يصنع المنتج وحط عليه تيكت ان هو مستورد وهو مصري، صناعة مصرية 100%. دول المصنعين اللي ما عندهمش ضمير. دي طبعا مشكلة. يعني يا ريت الرقابة على الموضوع ده يا جماعة. الموضوع ده عامل مشكلة للمصنعين اللي هم شغالين بطرق شرعية. الناس اللي هي تحت السلم اللي بتضرب المنتج تحط تيكت الدولة الفلانية والدولة الإعلانية، طبعا هي صناعة 100% مصري، بس الناس اللي بتلعب اللي ما عندهاش ضمير هي اللي بتعمل كده. يعني الناس اللي ما عندهاش ضمير هي اللي بتعمل كده. الله أكبر في كل شيء. هنطلع فاصل وهنرجع لحضراتكم تاني. ورجعنا لحضراتكم من جديد. كان ليا زيارة لإحدى قرى محافظة دقهلية، وكانت مفاجأة بالنسبة لي إن قرية في إحدى قرى محافظة دقهلية، يعني من القرى الصغيرة، التقيت بشابين من الشباب المجتهدة جدا اللي بتاخد خطوات تجاه الصناعة، حابين الصناعة. يعني الشابين دول حابين الصناعة. يعني أي شاب بتتجه للصناعة، طبعا الصناعة تفاصيلها كتير، يعني الصناعات كتير. التقيت بالأستاذ زايد البلتاجي والأستاذ عبد العال، شابين مثال لكل شاب مصري بياخد خطوات تجاه الصناعة. هو حابب الصناعة، يعني أي مجال في الدنيا، يعني أو أي صناعة في الدنيا حبيتها هتحبك وتديك. دي حاجة ما فيش فيها كلام، بس تمشي بما يرضي الله هتبقى كويس جدا. يعني شابين دول مثال لكل شاب مجتهد بياخد خطوات تجاه الصناعة. أستاذ زايد البلتاجي بدايته في الصناعة يعني من فترة قريبة، من فترة قريبة جدا، خد خطوات، اجتهد، فتح مصنع دي اند دي بي للملابس الجاهزه. مصنع من المصانع المميزه جدا، بيصنع بنطلون جينز والبنطلون اللي هو الملتون. مميز جدا في صناعته. عنده اكتر من 20 عامل. ما عندوش اي معوقات. المعوقات اللي بتقابله في الصناعه الماده الخام. عدم ثبات اسعار الماده الخام، عامله له مشكله. هنشوفه وهنشوف الخطوات اللي هو بياخدها
تجاه الصناعة، وهنرجع لحضراتكم من جديد. كان لنا شغلنا خاص بره، فكنا يعني بناخد شغل من هنا من مصر بنودي السعودية. وبعدين جت فكرة اننا نعمل مصنع واننا نصنع لنفسنا شغل، والقصة دي يعني اننا نطلع شغلنا بره او ان احنا نصنعه بنفسنا ونصدره. تمام. فبعد فترة الموضوع بتاع التصدير لأسباب ما توفقناش فيها، فقررنا اننا نشتغل هنا حلي. نتعلم ونبتدي نصنع شغل باسمنا، ويعني نبتدي نعمل لنفسنا كيان هنا في مصر. تمام. فابتدينا الاول في موضوع الداخلي. ملابس الداخلي اننا نتعلم ونطلع حتة كويسة، والشباب زي ما حضرتك شايف الشباب بتتعلم معنا، ونتعلم مراحل الشغل ماشيه ازاي، والقص وخلافه، ونتعمق يعني في قصه ايه التصنيع والقصه دي. فمن هنا كانت البدايه. ابتدينا يعني بعدد من المكن قليل، ابتدينا نتعلم ونجيب فيديوهات ونتعلم موضوع القص وموضوع التقفيل، يعني شويه شويه مع الوقت ابتدينا زي ما قلت حضرتك نطلع حته في الدخل كويسه. كان شغلنا ما كانش شغل خاص بينا، كان شغل تصنيع. شويه شويه ابتدينا ندخل في مجال الملابس الخارجيه، بنطلون، تيشيرت، الحاجات دي يعني برضو حاجه برضو متوسطه، وبنتعلم يعني بحيث ان انا نطلع حته كويسه، وبحيث ان انا يعني لما نتنقل لمرحله اعلى ان نكون اخذنا الموضوع من السلمه الاولى يعني. تمام. المعوقات بقى اللي بتقابلك في الصناعه في الوقت الحالي؟ المعوقات اللي بتقابلنا دلوقتي في الصناعه هو موضوع الـ العمال، او ما فيش العماله يعني ضعيفه شويه. دي العماله المدربه. والعماله الغير مدربه. والعماله الغير مدربه اللي بيجي يعني بياخد وقت ما بيتعلم، وانه يقعد على مكنه وانه يشتغل، فالموضوع هو عايز محتاج وقت بس. في العماله المدربه محتاج وقت. محتاج وقت انك تجيب ناس وتعلمها والقصه دي، واحنا زي ما حضرتك شايف يعني المنطقه ديت شويه موضوع العماله فيها مش كتير. حضرتك بقى كلمني يعني عن طبيعه التصنيع بتاعتك، نفهم الساده المشاهدين طبيعه التصنيع بتاع حضرتك. تمام. احنا شغالين حاليا في بنطلون ميلتون، خامه قطن 100%، حاجه عاليه جدا في الشغل وفي كل حاجه، حتى الفينش بتاعها يعني حاجه كويسه جدا زي ما حضرتك شايف. انت حضرتك شفت الشغل بتاعنا. تمام. ففضل الله يعني الحمد لله يعني. ورجعنا لحضراتكم من جديد. زي ما حضراتكم شفتوا الاستاذ زياد شاب من الشباب المجتهده اللي بتاخد خطوات تجاه الصناعه. هو عاجبني شخصيا. ليه؟ المنتج بتاعه مميز، لان هو بحب الصناعه. اشتغل في المجال الاول الملابس الداخليه، طلع منه اشتغل في مجال البناطيل والحاجات الجميله دي، وصناعه مميزه يعني. هو كان في ناس بتاخد منه بتصدر لبعض الدول العربيه زي السعوديه مثلا المنتج بتاعه، يعني المنتج بتاعه كان بيتصدر، يعني حاجه كويسه جدا. عمره كله 27 او 28 سنه واخد خطوات محترمه جدا تجاه الصناعه. طبعا معاه اخوه الاستاذ عبد العال واقف معاه ايده بايده، هم شابين ما شاء الله عليهم. يعني يا ريت كل الشباب اللي هم اتبعونا يبصوا بصه للاستاذ زايد، شاب مجتهد. بالتوفيق ان شاء الله. هنروح لنفس المجال، مجال الملابس الجاهزه. التقيت بالاستاذ محمد الجندي والتقيت بالاستاذ احمد حسن عبد الرؤوف، مصنع الجندي للتطريز ومصنع العميد للملابس الجاهزه. الناس دي في احدى قرى محافظه الدقهليه، واحد بيشتغل في التطريز والتاني بيشتغل في الملابس الجاهزه. بدايتهم يعني بدايه الاستاذ احمد حسن عبد الرؤوف من فترة طويلة، يعني راجل عنده ظروف خاصة بيه بس مجتهد، سافر احدى الدول العربية اشتغل واجتهد وعمل مصنع العميد للملابس الجاهزة. عنده عمالة
بالنسبه للاستاذ محمد الجندي الشاب ده واخدها خطوات، يعني بدايته كانت صغيره، يعني بدايته كانت في التجاره مثلا، اجتهد في الوقت الحالي بيشتغل في مجال التطريز. هنشوفهم وهنشوف الخطوات اللي هم بياخدوها تجاه الصناعه، وهنرجع لحضراتكم تاني. الله سبحانه وتعالى كنا بادئين شيء بسيط خالص على قدنا، تمام، اتعلمنا الصنعه بفضل الله سبحانه وتعالى، وبدانا نبدا بخطوه بسيطه، يعني مكنه واحده مكنتين. لما الدنيا مشت معنا الحمد لله وبدانا نشتغل يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. والله هي المعوقات كلها طبعا انت فاهم، الخام كله غلى والاسعار دايما بتزيد، وانت عشان بتيجي بتنزل السوق، لان شغلنا كله شعبي، يعني بتعمل جلابيه شعبي للفلاح البسيط او للموظف البسيط اللي بيلبسها، تمام، ما المبلغ اللي انت بتبيعها به ما بتجيبش حتى نص الصنعه بتاعتها، نص تكاليفها يعني. فبيجي عليك عيب زياده اللي هو الخام بقى، الخام تمام. بيزيد وكل مدى ما بيزيد، يعني زياده اسعار الماده الخام. بالظبط كده. واحنا في الوقت يعني لسه بنعاني من بعد العيد في الزياده اللي نازله، كمان نازل زياده تانية. طب مين المتحكم في الزياده يا فندم؟ والله ما اقدر يعني ما اقدرش اقول لك، لان الزياده انت عارف انت بتاخد من تاجر بسيط هو بياخد من اكبر منه وهكذا، تمام. فانت عشان تقول مين اللي مسؤول عن الكلام ده ما تقدرش توصل له. طب انت مين مطلوب يا فندم من الدوله في الوقت الحالي؟ يعني يبقى فيه رقابه على الاسعار، ويبقى فيه يعني دعم للناس الغلابه اللي زي حالتنا اللي فاتحين مشاريع بقى. يعني عندنا مثلا 15 واحد او 15 عامل، يعني 15 بيت مفتوحين. ربنا جاي لحضرتك سبب، وشباب وشغالين فاتحين بيوت، تمام. فطبعا دول محتاجين كلهم مصروف زياده ومحتاجين دعم، تمام. فانت ما كانش اللي يبقى فيه دوله تراعي النقطه ديت بحيث انها توفر لك الحاجات دي الماده الخام. كنت مسافر يعني، كنت بره البلد، ولما نزلت حبيت يعني افكر في مشروع، فدورت ايه المناسب اللي ينفع يتعمل هنا في البلد بالنسبه للاعمال اللي موجوده في القريه بتاعتنا وكده. فطبعا البلد يعني عندنا الناس كلها في مصانع شغاله في التوب اللي هو الرجاله ده، فكان ينقصهم في الوقت دون التطريز، يعني كانوا بيطلعوا بره عشان يطرز او عشان يعمل موديل او عشان يعمل حاجه، كان بيطلع يسافر مشوار للمحله لاي مكان فيه الموجود فيه المكان التطريز دون اللي هو ايه مصانع التطريز دي، تمام. فلقيت هو ده الشيء الوحيد اللي ناقص بالنسبه للمجال عامه. هو المعوقات اللي موجوده دلوقتي يعني هي معوقات بسبب الظروف اللي الجو العالمي، مش معوقات، ما فيش عندنا معوقات، هو المعوقات بتبقى بسبب الظروف. يعني من ساعه كورونا احنا كنا شغالين طبيعي جدا، المشاريع بتتقدم معانا بسرعه كويسة جدا، على حسب انت اعطائك للمجال اللي انت شغال فيه، تمام، واخد بالك، تمام. ما تقولش بقى اصل الدنيا مش شغالة، اصل البلد، اصل السوق، واخد بالك. انت عندك منفذ النهاردة، يعني انت لو تنزل المسك، شغلنا كله بتباع في المسك، تمام. والاماكن اللي انا عارف شغلنا النهاردة كله بتصدر بره، بتصدر خارج مصر، واخد بالك، تمام. يعني احنا شغلنا كله بيبدأ من ماليزيا واندونيسيا وافريقيا، واخد بالك، والسودان وليبيا والاماكن. بس طبعا عشان بعد فيروس كورونا والدنيا لما في حاله واخد بالك وقفت الدنيا كلها، تمام، على العالم كله. لكن في اي مجال انت لما تيجي تبص في مصر، في اي مجال واحد بيتخصص فيه واجتهد فيه واشتغل عليه مظبوط وبقى هو كل تفكيره وكل حياته، واخد بالك، ده ما يعني بيطير، تمام، واخد بالك، تمام. دي طبيعه انا لاحظتها في مصر عن اي مكان بره. ورجعنا لحضراتكم من جديد. زي ما حضراتكم يا جماعه شايفين المصنعين رايحين على فين، يعني في مصنع يقول لك الدنيا حلوه وزي الفل، دي الناس اللي بتراعي ربنا او الناس الكويسه. وفي مصنع مش عاجبه اي حاجه، يعني بيبقى ربنا مرضيه وكويس ما بيحمدش ربنا، مش عاجبه اي حاجه، مزعل العماله، ما بديش الدوله حقها، يعني تفاصيل كتير يا جماعه، مش حامد ربنا خالص. طب بتشتغل ليه؟ فتح المصنع ليه؟ انا بتكلم عن الناس اللي هي تحت السلم زي ما بيقولوا، لكن الناس اللي هي بتاخد خطوات
نظامية، يعني الناس اللي بتاخد خطوات نظامية طرق شرعية دي ما بتشتكيش، يقول لك الدنيا حلوة، احنا احسن من غيرنا. يعني في الوقت الحالي العالم كله يعتبر مصر ربنا حميها، فيروس كورونا مبهدل الدنيا، في دول شبه متوقفة، احنا الحمد لله كل المواد الأساسية في الدولة موجودة، ما عندناش أي مشكلة، ما عندناش نقص في أي حاجة. التقيت بالأستاذ ياسر أبو خطوة رئيس مجلس إدارة مصنع الربيع لمنتجات الألبان، شاب من الشباب المجتهدة عنده عمالة كبيرة، بيصدر لإحدى الدول العربية منتجات ألبان الربيع، مجتهد يعني شاب من الشباب المجتهدة، هنشوفه وهنشوف يعني الحاجات الجميلة اللي هو بيصنعها، يعني هو مميز في صناعته، يعني صناعة الألبان بتبقى عايزة ضمير شوية، يعني هو شاب من الشباب المجتهدة اللي مثال لكل شاب محترم بياخد خطوات تجاه الصناعة، مميز جدا يا جماعة، هنشوفه وهنرجع لحضراتكم تاني. تمام، حضراتكم شايفين اهو يا جماعة، يعني الأستاذ ياسر من الناس المميزة جدا في صناعتها بشكل خاص اهو. يعني حضراتكم شايفين يعني حاجة محترمة جدا، صناعته مميزة جدا اهو. يعني حضراتكم شايفين يعني حاجة محترمة جدا، صناعة مميزة، شايفين يا جماعة الإمكانيات ما شاء الله محترمة، إمكانيات عالية وجودة عالية، زي ما قلت لحضراتكم بصدر لبعض ولازم اللي بصدر ده يكون بمواصفات معينة، يعني يكون عنده مواصفات عالية، يعني زي ما حضراتكم شفت اهو الأستاذ ياسر من الناس المميزة جدا في صناعة المواد الغذائية. الأسبوع القادم بإذن الله عندنا مواضيع مهمة جدا تتعلق بالزراعة، يعني مواضيع مهمة جدا، لأن الزراعة حاجة مهمة جدا يا جماعة. في بعض المزارعين بيتواصلوا معايا وبيشتكولي من المادة الخام اللي بيزرعوا بها، يعني المادة الخام اللي بيزرعوا بيها فيها مشاكل، يعني في مصانع تحت السلم بتقلد المنتج، يعني المنتج بتاعهم اللي هم يعني في تفاصيل الزراعة في ناس بتغش فيه، فعامل مشكلة في الزراعة، بدل ما الفدان مثلا بينتج 2 طن بينتج طن واحد، فده عاملة مشكلة كبيرة للمزارع. في ملحوظة كده يا جماعة عاوز اتكلم فيها، حاجة مهمة جدا بالنسبة لبعض السواقين اللي على الطرق السريعة، عاملين مشاكل كتير جدا، يعني اي حد سايق وماشي ماسك التليفون وشغال، يعني مش في دماغه اي حاجه خالص، دي عامله مشكله كبيره، يعني انا على الارض بشوف، يعني دي عامله مشكله. زي ما قلت لحضراتكم باذن الله الاسبوع القادم عندنا مواضيع مهمه جدا يعني بخصوص الزراعه، لينا زياره باذن الله لمحافظه كفر الشيخ، محافظه كفر الشيخ بالمحافظات المميزة جدا في الزراعة. أنا بشكر حضراتكم وبشكر فريق العمل المحترم جدا وبشكر قنوات الصحة والجمال، وأشوفكم الأسبوع القادم وبرنامجكم ساعة في بلدي.